انتقل صبيحه اليوم الى رحمه الله المجاهد ووزير الاتصال الاسبق لامين بشيشي عن عمر ناهز 93 سنه. الراحل من مواليد عام 27 900 والف في صدرات بولايه سوقه راس، تتلمذ على يد اعضاء من جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، وبدا مسيرته الاعلاميه في السنوات الاولى للثوره التحريريه، حيث سافر عام 56 الى تونس لاصدار الطبعه الثالثه من جريده المقاومه الجزائريه التي كانت تصدر في باريس وتطوان بالمغرب، ثم انتقل بعدها للعمل في جريدة المجاهد ثم إذاعة صوت الجزائر، حيث اشتغل جنبا إلى جنب مع المرحوم عيسى مسعودي إلى غاية العام 60. وبعد الاستقلال عين الراحل مديرا عاما للإذاعة والتلفزيون، وكان أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية العربية للموسيقى عام 71، كما تخصص في كتابة أغاني للأطفال وألف موسيقى برنامج الحديقة الساحرة الذي كان يقدم في التلفزيون الجزائري، كما لحن شارة البداية والنهاية لمسلسل الحريق، كما تولى الفقيد إدارة المعهد الوطني للموسيقى ثم الإذاعة الوطنية بين عامي 91 و95، ليعين بعدها وزيرا للاتصال في حكومة الرئيس الأسبق ليمين زروال.